احنا اليوم جينا انا والجماعه ذا الحلف اليوم اللي هو جا اليوم له يعبر عن تشبهه وبمشروع ذا المترشح محمد والغزواني، وجينا اليوم من اجل نعبروا له عن ذاك. وكانت فيها هذه المجموعه كانت من الاوائل اللي واكبت هذا المشروع ومشات فيه وتحتسب عليها جزء منه، وقامت وان شاء الله والدور اللي تعبر عن ذاك يوم الاقتراع ان شاء الله، وذلك حالا فات تكونت لجان وتشتغل في الميدان على اللائحه الانتخابيه واللائحة التسجيل لإحصاء، وراجين إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله نعود عند حسن ظنهم وذاك اللي التزمنا به إن شاء الله يدور يعود إن شاء الله، وتنبتقى الدور إن شاء الله مع موعد يوم الاقتراع إن شاء الله الدور تعود بذاك المستوى المطلوب والله فوقه.